متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حيثما كنتم أينما وجدتم، أسعد الله مساءكم. مرحبا بكم مع الدكتور محمد كواش عبر قناة الأوراس تي في للحديث على بعض الأمور الصحية وللإجابة على بعض التساؤلات تهم صحة وأمن مستمعينا ومتابعينا ومتابعتنا. عفوا، والله وصلني سؤال من المراسل القناة، قناة الأوراس تي في، صديقي يوسف أمزيان من باريس، حول احتمالات إصابة الحيوانات الأليفة بكوفيد 19، وهل ممكن أن الحيوان إذا كانت مصابة تنقل الفيروس أم لا، هل فيه خطورة إلى آخره. هل كل نحاول أن نوضح الصورة لسادة المتتبعين لنؤكد المعلومات العلمية المرتبطة بكوفيد 19 والحيوانات. نقول بأن أكبر المخابر العالمية الخاصة بمتابعة كوفيد 19 أثبتت بأن لا أثر لوجود كوفيد 19 على في الحيوانات، وكذلك بالنسبة للحيوانات الموجودة في حدائق الحيوانات لم تسجل أي حالة، وكذلك بالنسبة للحيوانات اللي راهي الان موجوده في البيوت، خصوصا بالنسبه للحيوانات الاليفه كالقطط والكلاب اكرمكم الله، لم يوجد اي اثر لكوفيد 19، ولا يوجد هناك احتمال الى لا اصابه ولا احتمال لنقل العدوى. وكذلك بالنسبه للحيوانات الموجوده في الحقول التي تربى مثل الابقار والاحصنه وما اشبه ذلك من الدجاج والى اخره، فنقول ان لا توجد اي علامات ولا أي حالة مسجلة لانتقال عدوى من حيوان إلى الإنسان، فلا داعي للتخوف. وحتى بالنسبة للبحر وتكلمنا عليه في عدة مناسبات، وقلنا بأن البحر هو خالي تماما من كوفيد 19 بسبب الملوحة الشديدة، وكذلك حتى بالنسبة لإقامة بتحليل وفحص والتأكد من الأسماك الموجودة والحيتان الموجودة في البحر، وحتى بالنسبة للمحار الموجود في البحر ولا أثر لكوفيد 19، فنبشر السادة المشاهدين بأن لا خطورة ولا تخوف، فقط نبقى في الالتزام بالحجر الصحي المرتبط أو الوقاية من كوفيد 19 المرتبطة بالتباعد المكاني وكذلك استعمال الكمامة، لأننا نتخوف في الأيام القادمة من موجة ثانية إن شاء الله ما تكونش، فقط الاحتياط يكون من خلال توخي الإصابة بالزكام وتجنب تعرض لنوبات البرد الشديدة، خاصة ونحن الآن ندخل في فترة انخفاض درجة الحرارة، فنتعامل بحذر ونبقى دائما في الصرامة حتى تعود الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. إذن لا داعي للتخوف، الأمور تسير بشكل جيد، وخصوصا في الجزائر ونسجل انخفاض معتبر لعدد الإصابات وحتى بالنسبة للوفيات، والحياة تعود تدريجا إلى طبيعتها الأولى. شكرا لكم، نلقاكم في أعداد مقبلة وفي إجابات جديدة بحول الله. قوم أوفياء لنا، فقط راسلونا واكتبوا لنا اقتراحاتكم وتساؤلاتكم ونحاول بحول الله أن نجيب عليها.